لكن برضو لو قلنا امبارح كده يمكن مباراة الدور الأول يا كريم مع جزر القمر كانت يعني مباراة مش لصالحنا أبدا أبدا يعني بكل المقاييس، ولكن امبارح أنت شفت حال متبدل بشكل كبير جدا من أول 25 دقيقة، نقدر نقول المباراة ماتت أو انتهت أو خلصت أو اتحسمت، فكان في أداء كويس جدا، ولكن احنا برضو مترقبين للي جاي طبعا. يعني في تصريحات كانت أو يعني كان في كذا كمان مداخلة تليفونية من كابتن حسام البدري لبعض البرامج يعني والزملاء، ولكن هنخش في تفاصيل المداخلات دي وما صرح به في الفقرة، لكن اللي أنا عايز أقوله أو اللي استشفيته أن كابتن حسام بيقول أنا دلوقتي بقدم حاجة، المنتخب بيقدم حاجة محترمة، ادونا بس فرصة، شجعونا في الفترة اللي جاية، انا عايز دعم من الاعلام من الناس من الصحافه، فاعتقد ان دي يعني حقوق كلها مباحه او مشروعه، فانا اعتقد ان احنا فعلا لازم الفتره دي نعمل ده. والمباراه امبارح كمان حسمت حاجات كتيره جدا، يعني المتشكك اصبح الى حد كبير برضو عنده نوع من السلامه نوع من الهدوء، فخلينا نامل ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، بس زي ما كابتن حسام وانا بتفق معاه جدا في النقطه دي، احنا لازم نثق ولازم ندعم المنتخب بصراحه. فكره اللي جاي، فاللي جاي مش سهل طبعا، هو اصعب بكتير من اللي راح، مش هينفع نشوف فيه اللي شفناه الفتره اللي فاتت. فكره الدعم بطبيعه الحال احنا كل المصريين وحتى في بعض الدول العربيه بعيدا عن مصر بتشجع المنتخب المصري، كلنا اكيد ورا منتخبنا ورا جهازه الفني اللي بنكن ليه كل التقدير وكل الاحترام. الفتره اللي فاتت كان في الكثير من اللغط حول ملاحظات، تعالي نسميها ملاحظات، اثناء مشاهدتنا لمباريات مختلفه في الفتره الاخيره تحديدا كينيا كمان بصراحه، يعني ها هنقول بصفه خاصه، بس عموما اللي حصل امبارح ده الحد الادنى اللي احنا يعني كمشجعين وكناس شايفين ان احنا منتخبنا فيه اسماء حلوه وخبرات حلوه وقدرات حلوه، ده الحد الادنى المطلوب، واللي جاي ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله فعلا احنا بنامل خير، وبنقول مره تانية مبروك لمنتخب مصر، يعني مباراه كانت مهمه فاز فيها منتخب مصر كره القدم على جزر القمر في المباراه اللي كلنا تابعناها في استاد القاهره الدولي، ده طبعا ضمن الجوله السادسه والاخيره بقى من التصفيات المؤهله هنا لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتقام بالكاميرون 2022. النتيجه زي ما كلنا تابعنا 4-0، يمكن ده يعني كان في اول 25 دقيقه، وده بيخلي بقى نتيجة كده بتبقى تصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة، ثم بعد كده بتيجي في المرتبة اللي بعد كده جزر القمر 9 نقاط، كينيا 7 وتوجو نقطتين. ألف مبروك طبعا أولا للجنة الثلاثية وللجهاز الفني ولكل اللعيبة وللجماهير المصرية في كل مكان بعد الفوز على منتخب جزر القمر، الفوز اللي طبعا كلنا كنا منتظرينه واللي الحمد لله رب العالمين اتحقق بالأمس. الفترة الجاية أكيد هتشهد برنامج إعداد على أعلى مستوى للمنتخب المصري لتحقيق البطولة القارية للمرة الثامنة في التاريخ وإسعاد الجماهير بإذن الله. مش كنت بشرب بس. خدي وقتك يا استاذ، انت براحتك تمام يعني، خدي وقتك احنا لسه فتح كلام اللي بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بق لا انا عايز اروح معاك لتفاصيل الاهداف بصراحه. امبارح لما كلنا تابعنا انت بتتكلم عن برضو النني فتح او افتتح النني اهداف هنا المباراه لما سدد، يعني تسديده كانت اكثر من رائعه، تحديدا بنتكلم في الدقيقه 15، بعد كده لما جه عندنا محمد شريف والهدف الثاني في الدقيقه 17 بتسديده كانت برضو اكثر من رائعه ببطن القدم، دي كانت من منطقه الجزاء وفي الدقيقه تحديدا انا بقول لحضراتكم 21، وبعد كده بقى لما صلاح اضاف الهدف الثالث لمنتخب مصر، وكمان ختم صلاح بربعيه للمنتخب المصري بهدف ثاني، ده كان بقى في الدقيقه 25. يعني اعتقد كل الاجوال امبارح كانت اكثر من رائعه، ويمكن لو اتكلمنا كمان على الجول الاخير يعني صلاح، هو كان فيه زي مراوغه كده مع حارس مرمى جزر القمر، لكن ببراعه شديده جدا تم تسديد الهدف. يعني احنا سعداء جدا باداء الفريق امبارح، ويمكن ده اللي اكد عليه برضو بقول لحضراتكم كابتن حسام البدري في المداخله التليفونيه، يعني قال انا راض تماما على اداء الفريق. وعايز اقول لك على نقطه كمان مهمه جدا، لان هو اكد عليها امبارح كان في مداخله يعني مع بعض الزملاء، اتكلم ان هو ما فيش اي مشاكل ما بين الجهاز الفني وبعضه او ما بين الجهاز الفني واي لاعب من المنتخب، فدي نقاط مهمه جدا. احنا مش عايزين برضو نقعد نصر على الحاجات او ما قيل او ما قال، احنا عايزين نركز اكتر على الدعم وعلى الثقه في الجهاز الفني في المنتخب، اعتقد ده كده الهدف الاساسي، وخلينا دايما يبقى عندنا امل، لان الفتره اللي فاتت زي ما احنا اتكلمنا انا وانت تحديدا في 10 الصبح في الاهلي يا كريم، اتكلمنا كتير عن ما قيل حول مشاكل في المنتخب، خلاص كابتن حسام البدري طلع وقال ما فيش حاجه زي كده، واعتقد طالما خدنا المعلومه من صاحب يعني الملف او الموضوع يبقى لازم ان احنا نصدق ونكتفي بقى بالحديث عن المشاكل دي. طيب ده بالنسبة